مشهد صعب قوي يعني. طبعا طبعا، انت بتتكلم على ملايين، البلد كلها كانت موجوده، ومسؤوليه، طبعا مسؤوليه، في ناس ما تحملتهاش وفي في ناس ما بتتحملهاش، طبعا ما تقدرش عليها يعني. طبعا طبعا، مواقف، فالمسؤوليه كانت كبيره، اتشالين على كتافنا واحنا في البطوله كلها شغاله يعني، مش من مش هو الجزء ده، مش هو البطوله يعني، مش هو اتكرس في اللعبه دي، فانما هو البطوله من البدايه خالص، لما انت كل دقيقه والناس معاك وجماهيرك، البطوله في قلب مصر، لا بديل، طبيعي انك تبقى مترشح، لا بديل انك تكسب البطوله، تنزل من الفندق بتاعك وتروح التمرين، الناس حوالين الاتوبيس بتاعك في كل حته، من اول التصفيات، من اول الادوار التمهيديه لغايه النهائي، النهائي وقبل النهائي والادوار الاقصائيه دي، ما شيء فوق طاقه، كانت بتبقى فاضيه فوق طاقه البشر، صح، كان التفاف رهيب على كانوا بيقولوا لك ايه عبد الظاهر السقا وشوقي في المشهد ده؟ انا ما شفتش قدامي، انا مش مش سامع، لا لا مش خايف، متخيل، مش سامع حاجه اصلا، ها؟ ما شفتش، انا هو انا سامع قاعد بره، مش ما فيش، مش شايف الموضوع كبير، والماتش عمال الدقيقه كذا، وصل الدقيقه 80، بتلعب فريق قوي، المباراه الناس دي هتمشي ازاي؟ الناس دي هتروح ازاي؟ يعني لا قدر الله لو خسرنا البطوله، الناس المسؤولين اللي موجودين دول كلها هيروحوا ازاي؟ صح، ازاي احنا هنبقى سبب في حزن الناس دي لا قدر الله لو حصل حاجه؟ كل ده بيضرب في عقلك، كل ده بيجي لك في ثانيه، ها؟ يا فندم كل ده وانت موجود، واللي في من اول مباراه والكرة بتطلع انت حسيت بكل يا فندم، ده. احنا قاعدين بنقرا قران بره عشان ربنا يكرمنا في الملعب، في اللي بيقرا قران، في اللي بيشد اللي في الملعب، في اللي كله على قلب رجل واحد، ما فيش شعرايه للجميع، ما فيش هنا حاجه شخصيه لاي حد، الحمد لله انها خلصت على خير يعني. وجت ضربه الجزاء، انا كنت من افضل الناس بيشوطوا، وده كان اختار، وانا جزء نزلت في الجزء الاخير من المباراه عشان ضربات الجزاء، وكابتن عشان يحطني، انا كنت من افضل الناس اللي بتشوط في ضربات الجزاء، وكنت زي انا بقول لك، انا كنت بذاكر الحراس، كنت بذاكره، كان بيلعبوا كاميرون في الدور البناء على ما اعتقد، وتوقعت ان احنا ممكن نوصل للسيناريو ده، فشايف الحارس ده بيروح زاويه وزاويه، انا قاعد مذاكره يعني، ماشي، هو راح وداخل اللعب دي وانا عارف ان هو هيروح في الزاويه دي، بس انا عندي كان عندي ميزه في ضربه الجزاء، يعني كنت دايما بعملها في التمرين، يعني عارف ان الحضري كان عبد الواحد او منصف ساعات اللي كانوا موجودين في المنتخب، ببقى عارف ان هو راح للزاويه دي، وانا اتعمد ان احطها في الزاويه دي، بس جامده، فما فكنت بتمرن خلاص، ففي اللعبه دي كانت في ندى في الملعب بسيط كده، فالكره كانت في منديه شويه، فانا داخل بشوط وانت حطها في انا عارف ان هو رايح هنحطها في الزاويه دي، هي الكره الكره من قوتها انت ما شفتهاش، انا حاطط بطن رجلي بس هي فتحت مني مع الندى بتاعت الكره والستارز، فتحت مني شويه، فانما انا حاططها لو راحت في الجون حتى لو هو رايح معاها مش هيصدها، ودي حاجات في الكوره مسلمات في يعني، انت داخل مركز في زاويه، كانوا يقولوا لنا كده مركز في زاويه، وللان على فكره انت داخل مركز في زاويه واحده، خش حطها بقوه في مستوى معين، وهي حتى لو جراح معاها هتاخد ايده وتخش، فده كان فكري ان انا مش هغير زاويتي، وانا كنت مميز في الزاويه دي وهحطها بقوه في المستوى ده، ولو راح هتاخد ايده وتروح يعني مفيش مشكله، في لحظتها انا بحطها فتحت مني سنه كده بلغه الكوره، نصيب بقى، لا الحمد لله البطوله، قال لك حاجه كابتن حسن بعد الماتش، مش في توقيتها في حزن، انا مش حاسس بنفسي، لا طبعا، حتى البكاء ده انا مش طبعا. انا لغايه ما خلصت وعماد متعب وعبد الظاهر وكله خلاص خلاص، وبعديها الحضري صد الكوره اللي بعديها، فخلاص خلاص انا برده مش مقتنع ان الحضري صد، لغايه ما كسبنا وهم بيقول لي خلاص، وانا وعماد متعب يجي خلاص، وانا مش مقتنع ان المباراه خلصت، انما هي ذكريات، ومش معنى ان انا اخفقت فداء اعمل حاجات اللي كنت اتمنى ان انا اهدي فيها، انما كلنا شاركنا في المشوار ده، احمد حسن كان مضيع في الماتش ده رسميا، ومش معنى ان ضيع، ما هو وفق وجاب ضربه جزاء، واحسن لعيب في العالم ضيع عادي، انما هي ذكرياتها صعبه، لا هي صعبه، انما كانت بعد كده، لا هي ذكرياتها جميله عندي، حتى ان انا لم اوفق، انما كنت ضمن الكتيبه دي اللي كانت موجوده وشاركت فيها، واتخذ القرار ان انا ما اخذتش الجهاز بتاعي، ودي حاجه اللي هونت عليهم شويه، ان
انما كانت ذكريات جميله، وانك تاخد البطوله بعدها كل شيء بقى بفضل ربنا بيتنسي ويتذكر لك في التاريخ انك خدت البطوله. بعدها بقى كان مالكش نصيب قوي مع المنتخب. خلاص بقى بعديها ما كانش فيه توفيق، والكابتن ابتدى يعتمد على المجموعه اللي حضرتك بقى قلت عليها دي والقوام بتاعه، وابتدت كان نفس التوقيت ده برضه ان الزمالك ما يبقاش في ما كانش بقى احسن احواله، فكان طبيعي انه يبقى برضه اللعيبه اقل منه. لكن بشكل عام حاسس ان انت اتظلمت مع المنتخب؟ يعني كان الحمد لله على كل شيء، انما يعني ممكن كان فيها شويه ظلم نسبيا. نسبيا كنت حاسس يعني كنت حاسس ان انا مثلا في توقيت ما كنت انا هداف دوري 21 هدف، كنت المفروض اركب الماتشات كلها واخش ابقى زي زمالي اللي في التوقيت ده اللي بيبقى يعني بيبقى راكب من اي حد، فبيركب بلغه الكوره يعني. في توقيتات انا كنت بتبقى لازم انت تبقى اساسي، ما كنتش باخدها. ففي توقيتات انا اتظلمت فيها، وفي مدربين جم برضو بالكلام، وفي بعض بالكلام، وفي بعض بالاسامي كانت بتتحط في الملعب. كان لازم اسامي الاول تتحط في الملعب، يعني كان في ناس بتعتمد مش عنده لازم هو أسامي. في مدرب بيجي ممكن حد يقول له ده يبقى موجود او ده مش موجود، هو ممكن حد يقول له ممكن وارد والله وارد